بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر المزامير مزمور 48. تسبحة مزمور لبني قورح. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع فرح كل الأرض جبل صهيون. فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. الله في قصورها يعرف ملجأ. لأنه وضع الملوك اجتمعوا مضوا جميعا. لما رأوا بهتوا وارتاعوا فروا. أخذتهم الرعدة هناك والمخاط كوالدة. بريح شرقية تكسر سفن ترشيش. كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود. في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. سلاه. ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. نظير اسمك يا الله تسبيحك إلى الدهر إلى أقاصي الأرض. يمينك ملآنا برا. يفرح جبل صهيون. تبتهج بنات يهودا من أجل أحكامك. طوفوا بصهيون ودوروا حولها. عدوا أبراجها. ضعوا قلوبكم على متاريسها. تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا آخر. لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد. هو يهدينا حتى إلى الموت. الليلويا. واضح من نغمة المزمور أنها بتتكلم عن مدينة إلهنا أو مدينة الملك العظيم اللي هي أورشليم، جبل صهيون أو جبل قدس الله. وأورشليم أو مدينة إلهنا مش بس هي أورشليم الأرضية اللي عمرها ما يقرب من 3000 سنة اللي أنشأها داود وبنى فيها سليمان الهيكل وبقت مسكن لله وموضع لسكن الله على الأرض. لكن أورشليم في واقع أمرها هي رمز لكل نفس بشرية. كل واحد فينا عبارة عن أورشليم. لأن إذا كانت أورشليم مدينة إلهنا اللي بيسكن فيها واللي بيفرح بيها فكل نفس تتمتع بحضور الله وسكن الله فيها تعتبر أورشليم. عشان كده المزمور ده هو مزمور تسبحة لكل نفس اختبرت حضور ربنا. لكل نفس عاشت لحظة الحضور ده هي وتمتعت بوجود الله في حياتها. يبقى أورشليم ترمز للنفس ترمز للكنيسة. لأن الكنيسة هي مدينة إلهنا هي جبل قدس هي موضع قدميه حيث يسكن الله. فالمرنم لما حس بجمال تلك المدينة التي تتمتع بحضور الله حس بفرحة وابتهاج وعبر عن الفرحة والابتهاج بهذا المزمور. عشان كده نقدر نشوف في المزمور ده لمحة جميلة للنفس اللي بتتمتع بحضور ربنا. ان ربنا ازاي بيفرحها. ربنا بيمجدها. ربنا بيحصنها. ربنا بيقويها. ومش بس بيفرحها هي كمان لكن بيخليها سبب فرح للناس اللي ايه اللي هي في وسطيهم. فبيقول عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة الهنا. اذا كانت المدينة دي فيها من العظمة ولحد دلوقتي على مر السنين دي كلها الصراع بيدور حوالين مدينة اورشليم. فاذا كانت المباني اللي بنيت او المدينة فيها عظمة فكم يكون عظمة بانيها اللي بناها. اذا كان هي الناس كلها مبهورة بيها فكم يكون عظمة الباني ليها. عشان كده بيقول عظيم هو الرب. من اجل كثرة العجائب والعظائم
والمراحم اللي ربنا عملها في هذه المدينة. عشان كده النفس اللي تبقى موضع راحة لله والنفس اللي تتمتع بحضور ربنا تتمتع بأعمال عظيمة وبمراحم عظيمة الله يصنعها في تلك النفس بأعمال عجيبة. شوفوا أي حد من الآباء القديسين اللي عاشوا في القداسة وصاروا مسكن لله وموضع حضور لله، الله صنع فيهم عجائب وصنع بيهم عجائب وبواسطتهم معجزات. ده مجرد اسمهم، نطق اسمهم بس، لما يشير الى حضور الله يصنع معجزة في حد ذاته. فعشان كده الله عظيم بأعماله وبعجائبه وبمراحمه وبصنائعه في النفس التي يسكنها وفي النفس التي يحضر فيها. جبل القدس، واذا كانت اورشليم مبنية على جبل ومرتفع على جبل، ففي واقع الامر ان كل نفس اتحدت بربنا وصارت موضع لحلول الله بقت هي كمان في حد ذاتها جبل. اذا كان الجبل يشير الى الارتفاع او العلو او السمو، الجبل يشير الى الثبات. فأشعياء يقول: ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا وعلى رأس كل الجبال. يعني جبل ربنا يبقى فوق كل جبل، ياخد علو فوق كل علو، ويليه تجري كل الامم. نشوف ان كل نفس عاشت حياة القداسة او اتحدت بربنا، ربنا رفعها وخلها تعلو وثبتها وخلها تسمو وخلها راية مرفوعة ومنظورة من كل الناس. يقول: يرى اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. الجبل مش ممكن يستخبى، الجبل يبقى معروف وواضح. شوفوا ابو مار، شوفوا انبا انطونيوس، انبا بولا، كل الناس اللي صاروا جبال لله، والله حل وسكن فيهم، صنع في حياتهم عظائم وعجائب، وصنع في حياتهم جمال رائع. عشان كده يقول: جميل الارتفاع، فرح كل الايه الارض. حضور ربنا في حياة الانسان مش بس ربنا يصنع عجائب ومراحم في حياة الانسان، لكن يدي جمال، يدي مجد لهذا الانسان. يبقى حياته ليها معنى، حياته ليها طعم، حياته ليها فايدة. لو قدر كل واحد فينا في نهاية ايام حياته على الارض يعمل زي ما بيقولوا فلاش باك كده، يعني يبص لحياته من ورا ويشوف حياته اللي عدت دي كلها، يا ترى كل واحد فينا في اخر ايام حياته يقدر يقول ان حياتي كانت جميلة، ولا حياتي كلها مرارة واحباط وفشل وحزن وكآبة وخطية؟ اذا كنت عايز تشوف ان حياتك في النهاية جميلة جدا، فده لا يمكن يكون الا اذا كان ربنا حاضر فيها، اذا كان ربنا مرئي فيها، لان هو بيرفعك. جميل هو الارتفاع. فحضور ربنا يدي للانسان جمال، فرح كل الارض. هو بيبص لاورشليم ان اورشليم دي سببت ايه؟ فرح لكل الارض، لكل المسكونة. ونجيته للحق، الكنيسة هي فرح العالم كله. مفروض ان دور الكنيسة في العالم ان الكنيسة تفرح العالم، تريح العالم، تنقي العالم. عشان كده اذا كان كل واحد فينا عبارة عن كنيسة، لان الكنيسة هي حضور الله وسط شعبه، واذا كنت انا عايش ربنا وربنا حاضر في حياتي، فمش بس حياتي تاخد من المجد والجمال، لكن حياتي تبقى فرح للاخرين، لكل الارض. بنشوف القديسين في شفاعتهم ازاي ابانوب عمال يفرح ناس كتيرة بشفاعته وصلاته، زي الانبا انطونيوس بيفرح ناس كتيرة،
زي ما ريجرجس بيفرح ناس كتيرة، بيسبب فرح بهجة للناس بسبب حضور ربنا في حياته وبسبب شفاعته وعمل ربنا فيه، كان وسط فرح لكل العالم. فهنا بيبص لأورشليم انها فرح كل الارض. عشان كده لو انا فعلا ربنا حاضر في حياتي وعامل في حياتي ومتمتع بهذا الحضور، ابقى فرح لبيتي وفرح لكنيستي وفرح لمجتمعي، بدل ما الواحد كده يبص يلاقي ان هو مش بس مش قادر يحقق فرح للي حواليه، ده هو مصدر ايه؟ تعب ومشاكل وغم للناس اللي حواليه. اذا كنت عايز تلاقي سبب ليه كده، فالسبب هو ان الله مش حاضر في حياتك، انك مش متمتع بوجود الله وبحضور الله. عشان كده حضور الله في وسط الكنيسة يعرف من خلال حضوره في حياة قديسيه، يسببوا فرح لكل الارض. جبل صهيون فرح اقاصي الشمال. اللي بيدرس الكتاب المقدس يعرف من منطقة الشمال دي باستمرار منطقة المشاكل، اشور وبابل وكل الاعداء اللي حاربوا شعب ربنا كانوا بيجوا منين؟ من الشمال. عشان كده حتى لحد دلوقتي يعني في التعبير الدارج يقول لك احنا من اهل اليمين، يعني مش عايزين مشاكل، لكن اللي بيجي من ناحية الشمال كله ايه؟ مشاكل. فتخيلوا ان اورشليم ده هي حتى تبقى فرح لاعدى اعدائها، تغير اقصى اعدائها، تبقى فرح ليهم، سبب بهجة، سبب خلاص، سبب غفران. يعني شوفوا لما بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، لكي ما تكونوا سبب فرح بتغييركم. فحتى هنا الانسان يبقى سبب بركة حتى لاعدائه اللي بيكرهوه، لكن هو يغيرهم. تقروا في تاريخ الكنيسة قصص لطيفة جدا على ازاي ان النفس اللي اتمتعت بحضور ربنا تغير حتى الايه؟ الاعداء. تسمعوا عن والي كان مشهور جدا بتعذيب المسيحيين اسمه اريانا، اريانوس الوالي، كان والي مدينة في الصعيد اسمها انصمة، كان بيتفنن في تعذيب المسيحيين، ولما يغلبوا في واحد كانوا يجيبوه من اي حتة ويبعتوه لهذا الوالي، لكن ازاي يقف احد الشهداء يصلي من اجله؟ فيتحول هذا الانسان الشرس اللي هو في اقصى الايه؟ الشمال، يتحول الى انسان مسيحي، ويصير اريانا ده نفسه شهيد. فرح اقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. شوفوا التعريفات الجميلة اللي اداها الاورشليم، مدينة الهنا، يعني لما يتقال عليك كده ان انت مدينة الاله. جبل قدس، جبل مكرس مخصص لله. جبل صهيون مدينة الملك العظيم. دي النفس لما تصير موضع لحضور الله وتتمتع بحلول الله فيها. الله في قصورها يعرف ملجأ. ولو بصينا للكنيسة في قصورها، ايه هي القصور بتاعة الكنيسة؟ الانبا انطونيوس ده قصر، الانبا بولا ده قصر، عند برسوم العريان ده قصر. القصر ده مسته ايه؟ ايه صفات القصر؟ على البيت ده قصر ليه؟ جميل، واسع، غالي، في كل شيء تحف. اهي كل نفس وسعت قلبها بقت قصر ربنا، في وسع. في ناس تلاقوها عايشة في جحور قلبها ضيق، وفي ناس تانية وسعت 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 جوه في حياتها وبنت لربنا قصر كبير. فعشان كده القديسين اللي حوالينا دول الله يعرف في قصورها، لان الله يعرف فين؟ في حياتهم. الله ظهر في حياة الناس دهيت، تمتعوا بحضوره واستضافوه،
عشان كده بقوا قصور لربنا، والله في قصورها يعرف ملجأ. وكان الجميل فيهم ان هم خدوا ربنا ده ليهم ايه؟ ملجأ يستخبوا فيه، يحتموا بيه. المزمور اللي قبل اللي فات لما بيقول الهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا، ازاي النفس تاخد ربنا ملجأ وقوة ومعونة لها؟ وهم القديسين عملوا كده، تحولوا قصر ربنا بيت فسيح واسع جميل ممجد كله تحف، مزين بالفضائل، مزين بالاتضاع، مزين بالطهارة، مزين بالحب. عملوا نفسهم قصور لربنا، وفي نفس الوقت هم خدوا ربنا ليهم ملجأ، حصن، حماية. ايه الجميلة اللي بيقولها في المزمور ده؟ هو فان الله ملجأ يعين الله وجهها. يعني ايه يعين الله وجهها؟ يرفعه. عارفين لما يبقى في واحد مكسوف وشه في الارض، وبعدين ربنا كده يجي يشجع النفس دي يعمل ايه؟ يرفع وشه لفوق، يكرمه، يطبطب عليه، يعزيه. هو ده الملجأ، يعين الله وجهها. كل نفس منحنية، كل نفس منحنية، انحنت بسبب الخطية او بسبب الفشل او بسبب العقد او بسبب الضيقات، لما تاخد ربنا ملجأ ليها ربنا يطبطب عليها كده ويرفع وشها لفوق، يعين الله ايه؟ وجهها، يفرح الله وجهها. فهم خدوا ربنا ملجأ ليهم وجعلوا نفسهم قصور، موضع راحة لله، لأنه هو ذا الملوك اجتمعوا مضوا جميعا، لما رأوا بهتوا وارتاعوا فروا، أخذتهم الرعدة هناك والمخاض كوالدة، بريح شرقية تكسر سفن ترشيش. إذا كان هذه النبوة تمت حرفيا في مجيء المسيح كطفل من ساعة ما اتولد، والملوك عمالين ايه؟ يتجمعوا عشان يواجهوا هذا الطفل. هيرودس يتجمع علشان يقتل الاطفال، لحد لحظة الصلب هيرودس وبيلاطس ملوك عمالة تتجمع، قوات للشر عمالة تتجمع عشان تواجه المسيح. لكن يقول اجتمعوا، وزي ما اجتمعوا ايه؟ مضوا، مشوا على الفاضي، مقدروش يعملوا حاجة. ارتاعوا وفروا. ده مش بس في شخص المسيح، لكن تعالوا شوفوا كل نفس بقت في المسيح متمتعة بحضوره، وكل نفس خدت المسيح ليها ملجأ. كل آلة صورت ضدك لا تنجح. هيرودس أغريباس، هيرودس أنتيباس، في سلسلة العداء المتواصل للكنيسة، حتى بطرس ياخدوه يرموه في السجن، لكن زي ما يتجمعوا زي ما ايه؟ يتفرقوا، ما يقدروش يعملوا حاجة. كل نفس او كل آلة او كل قوة جات علشان تحارب وتقاوم النفس اللي تتمتع بحضور ربنا، لابد ان كل ده ايه؟ بالقضاء تحكمين عليه. يبقى مش بس ربنا ملجأ، لكن ربنا سر الغلبة والنصرة. يبقى حضور ربنا يصنع عظائم، عجائب. حضور الله في حياة الانسان يجعل من حياة الانسان نغمة جميلة، شيء مرتفع عالي كجبل. حضور الله في الانسان يدي للانسان فرح. حضور الله في الانسان مش بس يدي الانسان فرح، لكن يخلي الانسان حتى فرح للي حواليه. حضور الله في الانسان ملجأ، حماية للانسان. حضور الله في الانسان يدي الانسان قوة، غلبة، نصرة. عشان كده كل اللي اجتمع ضد ربنا اما انه تفرق وانهزم وانكسر، واما انه تحول وبقى تبع لمين؟ لربنا. زي مين؟ شاول الطرسوسي كان متجمع علشان يبقى ضد مين؟ المسيح.
لكن في الاخر هو اللي بقى تبع المسيح. عشان كده ملوك وقوات ورؤساء تجمعوا لكن مضوا جميعا انتهوا. فين بقلديانوس وفين نيرون وفين تراجان وفين دوميتيان وفين الاباطرة بتوع الرومان اللي واجهوا المسيحية؟ فين بقلديانوس اللي قال هخلي الدم من حد ركب الخيل؟ اتجمع وايه ومضى، مشي، انتهى. لكن فضلت تلك القصور الجميلة، الناس اللي حمت المسيح جواها وخدت المسيح ملجأ ليها، فضلت هي اللي باقية وقاعدة. رأوا وبهتوا، ارتاعوا وفروا، هما اللي خافوا وانتهوا واضمحلوا. اخذتهم الرعبة هناك والمخاط كوالدة. شبه خوفهم بامرأة تتمخض لكي ما تلد، ومن شدة الخوف تولد قبل معادها. بريح شرقية تكسر سفن ترشيش، وترشيش دي المنطقة اللي كان حاول يونان يهرب اليها، وكانت منطقة بعيدة، وعشان بعيدة كان لازم تبقى السفن بتاعتها قوية عشان تستحمل السفر. فسفن ترشيش باستمرار في الكتاب المقدس رمز لكبرياء الانسان، كبرياءه واعتداده بقوته واعتداده بذاته. لكن يقول الكبرياء دي او السفن دي كسرتها ريح ايه؟ شرقية. وما هي تلك الريح الشرقية الا روح ربنا، الروح القدس اللي بيكسر كبرياء الانسان فيتضع الانسان ويتذلل امام الله. قدام هبوب الريح العاصفة اتكسرت قلوب، يقول نخس في قلوبهم. اليهود التلات تلاف نفس لما حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، نخس في قلوبهم. ما الريح دي رمز للروح القدس اللي بيكسر كبرياء الانسان. وبعدين يقول آية رائعة جدا، يا ريتها تبقى اختبار الانسان في حياته الروحية. كما سمعنا هكذا رأينا، زي اللي سمعناه فعلا ايه شفناه. دي سر الحياة الروحية كلها، كيف تحول الذي تسمعه الى رؤية تحياها. كما سمعت ترى. المشكلة ان احنا ممكن نسمع كتير ونعيش في الوهم كتير وفي الخيال كتير، لكن على مستوى الرؤية او الحياة او المعيشة ما بنحققش كده. لكن اجمل حاجة بقى في النفس اللي بتتمتع بحضور ربنا وربنا جه سكن فيها وحل فيها، ان الكلام اللي بتسمعه تعيشه، تراه يبقى حقيقة في حياتها. سمعت عن الفرح، ان ربنا مفرح جدا، فشافت كده، مش مجرد انها ايه سمعت، لكن شافت ان ربنا فرحها فعلا. سمعت ان ربنا مريح، مريح التعابة. اللي سمعته تحوله لاختبار، انها تشوف ترى ان ربنا فعلا مريح كحقيقة في حياتها. اللي سمعناه نراه، كيف نحول ما نسمعه وكلام عن الله الى اختبار روحي؟ ده مش هيتم ومش هيكون الا اذا كان ربنا فعلا حاضر في النفس، ان الانسان يختبر حضور الله في حياته. حقيقة ان الكنيسة بتختبر هذا الموضوع كل يوم، اللي بتسمعه تراه. الكنيسة سمعت في العهد القديم نبوات كتيرة عن المسيح، فحولت اللي سمعته الى رؤية لشخص المسيح. سمعت اشعياء بيقول في العهد القديم هو ذا العذراء تحبل وايه وتلد. سمعت، جه في العهد الجديد اللي سمعته ده ايه؟ شافت العذراء فعلا بتولد ابن. سمعت ميخا بيقول انت يا بيت لحم ارض افراخة،
لست الصغرى بين ولايات يهوذا. شافت الكنيسة في العهد الجديد فعلا ان بيت لحم بيتولد فيها شخص المسيح. تقبوا يدي ورجلي، سمعت عن آلام المسيح، لكنها رأت تلك الآلام فعلا في المسيح المصلوب. سمعت عن قيامة المسيح، ولكنها رأت المسيح الايه؟ القائم. هو ده الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم كانوا بيسمعوا، لكن في العهد الجديد كما سمعنا هكذا رأينا. في مدينة رب الجنود، المكان اللي حاضر فيه الله يتحول الذي تسمعه الى شيء تراه. وتقول مع يوحنا: الذي رأيناه، الذي لمسناه، الذي سمعناه من جهة كلمة الحياة. الله يثبتها الى الابد. يبقى حضور الله مش بس يدي نصرة وغلبة ضد اللي بيقوموا عليها، لكن الاجمل من كده انه يثبتها الى الابد، اي يعطيها حياة ايه؟ ابدية. مزمور جميل يتكلم عن النفس اللي بتختبر حضور الله في حياتها والبركات الكتيرة اللي النفس تدقها لما ربنا يحل فيها. ذكرنا يا الله رحمتك. وإذا كان حتى هنا المرنم في الوقفة جميلة يثبتها إلى الأبد والنفس تخش إلى الحياة الأبدية التي لا تنتهي، يقف وقفة موسيقية عشان النفس تعرف مجدها وتشوف قد إيه الأبد ده الذي لا ينتهي أبدا. إذا كان الله صنع بهذه النفس كل هذه الأشياء، النفس اللي بيجي يحضر فيها، طب النفس دي بقى بتعمل إيه تجاه حضور الله؟ هي عارفة ان ربنا جه مش نتيجة استحقاقها، لكن ربنا جه نتيجة ايه؟ مراحمه. عشان كده يقول: ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك. ان انت تمتعني يا رب بالمجد وبالنصرة وبالغلبة وبالفرح، وتخليني مصدر فرح للي حواليا وتكون ملجأ ليا، كل ده مش بسبب استحقاقي ان انا مستحق لحضورك، لكن من اجل مراحمك اللي انا تملي بذكرها، ان انت اتيت الي من اجل مراحمك. نظير اسمك يا الله تسبيحك الى اقاصي الارض. عشان كده تلاقوا النفس فعلا اللي اختبرت حضور ربنا وعمل ربنا فيها لازم تسبح ربنا، تنطق بالتسبحه